اكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات مع ريال مدريد؟ هبدا من داود. راموس. راؤول. راؤول اجابه صحيحه. بنزيما. بنزيما اجابه غلط. دي ستيفانو. انت تعرف دي ستيفانو كان بيلبس كام؟ طب كان بيلعب فين؟ يعني ايه بيلعب فين؟ بس حلو. انا كنت هقول دي ستيفانو. اجابه غلط. الحمد لله ما قلتش. اتفضل. اي كلام اي كلام. اتفضل. ها 10 ثواني. 7 ثواني. 8 ثواني. ما ينفعش اجاوب؟ 6 ثواني اتفضل. ما هو عندك اجابه؟ لا. ما عندوش اجابه. 5 ثواني. رونالدو. 4 ثواني. كريستيانو. انت عايز نعاقبك؟ ليه؟ بجد عايز اوقفك؟ ليه؟ احنا قلنا ما حدش يجاوب غير فيه. طب ما انت قلت لي ينفع تجاوب؟ سانتياجو برنابيو. ها؟ مفيش؟ ده بيقول الملح ولا ايه؟ سانتياجو برنابيو. سانتياجو برنابيو. انا قلت طب اجابتي عامله ازاي؟ انت قلت حاجه واحده بس، انت قلت دلوقتي راؤول جونزاليس. ايوه قلت لك كريستيانو. سانتياجو برنابيو. كريستيانو غلط. ها؟ انا قلت سانتياجو برنابيو في اخر ثانيه. 4 ثواني. انا قلت سانتياجو برنابيو. 3 ثواني غلط يا حبيبي. انت ما بقول اي حاجه، مش انت بتقول. حد لك افضل لعيب في الاهلي تقول لي مدريد نصر؟ ده كلام. إذن الإجابة الصحيحة كانت عند محمد عمار راؤول جونزاليس. خلينا نقول لكم من أكثر لاعبين خوضا للمباريات مع ريال مدريد. مش عارف أنتوا إزاي نسيتوا إيكر كاسياس. دي حاجة عيب والله. عارفين كل حاجة والله. هنا صغرتني قوي صغرتني قوي. إيكر كاسياس، مانويل سانشيز، كارلو معرفش. مفخمة عليا ليه؟ فرناندو هيرو، فرانشيسكو خينتو. والله طيب طبعا خينتو يعني. هو اللي كسب. هو اللي كسب. فأنت بإيدك دلوقتي يا داود يا إما تعود. يا اما تعود بقى على البيت. ماشي.